ايوه، وادمت اريج علول، اي اريج علول، وهاي هيج، وهاي ادمت، يلا روحي، هاي ادمت، وهاي وين سبوت لايت، ايه اها، لا والله ما ضبط، اي ضبط سبوت لايت، اها ليه ما ضبط؟ يلا يا شيخ اضوي الى عن ستك. ها نرجع لهذيك، وين على الشريط الطويل هذه سبورت، نشوف هاي، لا هاي وين راحت؟ ما مش قابل التضويب، بلاش. اوكي نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه. بدنا واحد تخش عشان سبوت لايت تضوي عندي، مين يطلع؟ كيف يعني دكتور؟ كيف؟ كيف يعني؟ لا يعني واحد يطلع ويدخل عشان يسكت. أنا هلا برد أطلع، بس هلا بطلع وبدخل. ما صدقت يا أميرة، يلا بسرعة بس عشان حق علي دكتور بدي أساعد. إذا ما نزل شريط الهذا لا ترصبي. أنا بستنى بالشريط ينزل. طيب يلا هاي نطلع وجاية سريعة. وين ما نزلش؟ والله ما نزل، ما فيش شيء نزل، مش قابل ينزل، الله يعطيه عافية. أها استني 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 هاي وهاي، لا ليه ما قبل يضوي؟ مع انك جيتي بس ما قبل يضوي عندي، مش عارف ليش. خلاص بدكم تتحملوا، شو بدي اسوي يعني؟ مش عارف ليش ما قبل يضوي. ادمت اميره بس الشريط ما نزل، هاي المصيبه. هاي وهاي مش ضاوية حمراء، مش عارف ليش مش ضاوية حمراء. هاي المؤشر المفروض تضوي أحمر. خلاص بدكم تتحملوها، شو بدي أسوي؟ أوكي خلينا نبدأ الحصة إن شاء الله. بيج 1 توبولوجي تي 1 سبيس از كولد بيرفكتلي نورمال. طبعا الحصة هاي بعض خواص النورمال، يعني بعض انواع النورمال. في عندي بيرفكتلي نورمال وكمبليتلي او هيريديتري نورمال. دكتور مش مبين الفولدر؟ مبين عندي كيف بعد؟ هي المشاركه صفحه 1-3 مش مبين؟ لا مبين، لا احنا مبين عندنا صفحه جوجل تاعت الواتساب، لما دورت على الواتساب ويب على جوجل بس اللي مبين عندنا. غريبة، طب ما حطيت شاركت المشاركة، وين المشاركة؟ طب حطيت المشاركة ليش ما بين؟ يعني مبين عندي مش مبين عندكم، غريبة جدا. هاي سبوت لايت، حتى سبوت لايت مش ضاوية، في شغلة غلط عندي، في something غلط. داونلود ما بدي اياها، هاي الواتساب ما بدي اياها، هاي بوست زوم، لا شو بدي فيها؟ خلينا نرجع للمستند. مستند، هاي المستند، المستند مش مبين عندكو؟ لا مش مبين، غريبة. طب وين الشير؟ دقيقة شوي، الشير شير 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 شير، بدنا نسوي شير، وين راحت الشير؟
هاي عاد انا قلت الحصة هاي ما شاء الله يعني ما احتجتش ابني حتى شو اسمه. والله ماني عارف اللي شو اسمه شو اللي صار عندي. طب اطلع مرة ثانية يا أميرة حتى اسوي شير مرة ثانية اشوف. ما عدتيش لساتك. وين الشير؟ اها الشير الشير وين راحت الشير؟ شير نيو. لا لا بديش شو اسمه. استعجلتي يا أميرة استعجلتي. بدي وين كلمة الشير؟ كونتاكت ميتينج شات اندو فورمات سبوت لايت. لا طالما هاي ما ضوضتش معناته في ستوب شير. خليني اسوي ستوب شير. ها بعدين شير سكرين وهاي شير مرة ثانية. اها وهاي ها تمام هيك دكتور سامع تمام هيك. ما هلا ايوه ما طلعت من الشير ورجعت له مرة ثانية. هلا انتو شايفين اشي؟ اها شو شايفين؟ كل اشي تمام واضح. طيب الفولدر تاع محاضرة اليوم. طيب اذا نبدا بانواع النورماليتي. التوبولوجي بسموه بيرفكتلي نورمال اذا كان تي 1 خلي بالك شرط اساسي و اي تنتين كلوز سيتس اي وبي ان اكس ديسجون. طبعا بنقدر نلاقي فانكشن كونتينيوس من الاكس مع التوبولوجي بتاعها الى الزيرو واحد مع اليوجوال توبولوجي بحيث انه ايش الـ A تساوي F انفرس الزيرو. هاي تشير انه A زيرو ست بسموها زيرو ست والـ B ايضا F انفرس 1 ايضا زيرو ست. لاحظوا باليورسن لما اليورسن لما اللي تحت الكاركترايزيشن اوف نورمال سبيسز الاكس تي از نورمال اف اند اون اف فور اني تو ديزيون دي كلوز سيتس ذير اكزيست فانكشن. نفس المفهوم هاي وانما اف اوف اي تساوي صفر واف اوف بي تساوي واحد. خلي بالك في بيختلفوا جدا. هون الاي تساوي اف انفرس زيرو. كل النقاط اللي بتروح للصفر هي الـ A مش أقل ولا أكثر وكل النقاط اللي بتروح للواحد هي الـ B لا أكثر ولا أقل. فالبيرفكتلي نورمال أثقل من النورمال أثقل من النورمال. بتلاقوها صفحة بولارد صفحة بي 105 صفحة 105 15 سي. دكتور علي تفضل. مين بحكي؟ بشار. مين بحكي؟ بشار. بشار تفضل يا بشار. دكتور الفانكشن بنلاقيه كونتينيوس بصير نقول اكس من اكس للار صح؟ من اكس للار احنا خلينا نتقيد بالكتاب طالما 0 1 بدنا نضلنا على 0 1. ممكن نحط 2 4 صيان لانه في عندك هوميومورفيزم بين 0 1 و 2 4 وبدك تسويها للار بصير شاف. طيب هلا بقول لي show that x is perfectly normal if and only if it is t4 and t4 اللي هي normal t1 مع كل كلوست مالها is g delta. كل كلوست مالها is g delta countable intersection of open sets. هاي كلمة perfectly normal T4 يعني normal و T1 وكل كلوست is G delta. بقول لي هون it is not sufficient for perfectly normal انه الـ X تكون T4 و every point is G delta. في بعض الطلاب بقول لك يا أستاذ
بكفي ان السنجلتون تكون جي دلتا. بقول للكتاب لا ما بكفي، خلي بالك ما بكفي، لازم كل كلوست تكون جي دلتا. دكتور سؤال، طبعا هون ضروري تجيب مثال على التوبولوجي تي 4 وكل سنجلتون جي دلتا ومع ذلك التوبولوجي بتاعك ماله نوت بيرفكتلي نورمال. هون بحاجه لايش؟ اكزامبل يكون الاكس مالها مش بيرفكتلي نورمال ولكنها تي 4 وكل سنجلتون از جي دلتا ست. كل سنجلتون يعني الكلوست ما بيستغني عنها ايش؟ انك تاخذ سنجلتون. واضح اللي مطلوب هون؟ طيب انت طبعا المفروض تكون اليرت، يعني هسه عندك متسع من الوقت، فكر في السؤال لانه بجوز اذا جبته بالامتحان عندك ساعتين ما راح تلحق تظبط المثال. حتى لو اطلعت على الكتب كلها الثلاثه ما راح تلحق بساعتين انك تلاقي. واضح؟ فانت من هسه بلش ودور على الامثله. طيب ب 15 بي برضو انواع النورماليتي بسموه كومبليتلي نورمال او بكتب ثانيه بسموها هيريديتري نورمال. هيريديتري نورمال انه اي سب سبيس من الاكس از نورمال، اي سب سبيس من الاكس از نورمال، اف افري سب سبيس اوف اكس از نورمال هذا بسموه كومبليتلي نورمال. لاحظ انه اقوى من نورمال. ليش اقوى من نورمال؟ لانه انت بتقول لي افري سب سبيس اوف اكس از نورمال. طب ما هو الاكس سب سبيس من نفسه، اذا الاكس نفسها ايش؟ از نورمال. واضح؟ هاي تدل على مين؟ الكومبليت نورمال از نورمال. طيب في عندي كاركترايزيشن اكس از كومبليتلي نورمال اف اند اونلي اف وين ايفر اي وبي ار سبسيتس اوف اكس وذ A تقاطع B بار تساوي فاي و A بار تقاطع B تساوي فاي. طبعا هاي بلغة الكونكتد إذا بتتذكروا سميناهم إيش؟ separated sets. ال A وال B separated sets. هاي الغلطة غلطانة مين؟ كتاب لونج. إذا بتطلع على كتاب لونج معرف النورمال باستخدام هاي. إذا هاي التعريف ليس للنورمال وانما لكمبليتلي نورمال. واضح شباب؟ هاي بتقدر تكون المستيكس بتاعت لونج، فهاي واحده من المستيكس اللي مرتكبها بالتعريف انه معرف النورمال بالطريقه هاي وانما التعريف بتاعه هي للكمبليتلي نورمال وليس للنورمال. طيب المجموعتين A و B separated، إذا بقدر أفصلهم بأوبن سيتس ديزيون كذا كذا كذا. طبعا هو حاطط لك تعليق للحل، هاي تذكير لجونز لما حتى دائما نذكرها لأنها إلا علاقة مع مين؟ مع النورماليتي. خلي بالك الجونز لما ما بتشترط إنه الدنسيت تكون سيبرابل، يعني تكون هاي كاونتبل، ما بيشترط. واضح؟ على قولة الاس ستار زورجن فري الموديفايد زورجن فري بلين او لاين، واحد بيقول لي ايه مش ما هي مش سيبرابل. النظريه جونز لما ما بتقول لك سيبرابل، بتقول لك دنسيت دي. اذا هون ما بصير تاخذها كاونتبل. واضح؟ طيب دكتور علي، دكتور تفضلي يا بنت. دكتور اصلا انا اذا اخذتها كاونتبل بسهل علي الكارد، لانه جونز لما بتعتمد كثير على اني اعرف الكارد للمدفوع. يا بنت هلا ما فيش جيبتي، ما فيش جيبتي 10 ليرات، كيف بتشترطي علي يكون معي 10 مليون؟ مش دائما بتلاقي كاونتبل دنس، مش دائما. يعني الاس ستار ما فيش فيها كاونتبل دنس، فكيف بدك تجيب كاونتبل دنس لها؟
يعني انتو لا تقيموا حالكم شغلات كبيرة عليكم. الجملة بتقول لك there exists a density، في شروط على الكاردناليتي بتاعتها، بس ما قال لي كاونتبل. اذا في كاونتبل حياها الله، ما فيش ما بصير نجبرها تكون كاونتبل دنس. طيب هاي الاكستريملي ديسكونكتد حسب تعريف ولارد، حسب تعريف ولارد اذا كان الكلوجر لكل اوبن سيت از اوبن. لاحظ هون نو سيبريشن اكسيومز، يعني مش زي انجل كينج. انجل كينج قال لي لازم يكون التوبولوجي تي 2، هون بدوش لا تي 2 ولا تي 3، بس هذا التعريف. وبالتالي في تمرين في الكتاب بيقول لك اكس تي از اكستريملي ديسكونكتد تكافئ واحده من هذول الاربعه. Every disjoint open sets in X have disjoint closures. Every two disjoint open sets are completely separated حسب ما شرحت قبل شوي. و every open subspace of X is C star embedded. وال C star embedded أخذناه سابقا، ومهمة إنه المجموعة الجزئية بسموها C star embedded إذا كان أي continuous bounded function من A إلى 0-1 مع اليوجوال توبولوجي بسوي لها extension continuously ل X ل 0-1. طبعا إذا بدك هي C star، بدك هي C embedded، بتحط إيش؟ أي continuous من A ل R من A ل R can be extended continuously. طيب هلا خلينا شو اسمه نستفرد فيكو زي ما قلنا هذيك المره. اذا كان بروف اور ديسبروف، اف افري ريتراكت اوف اكس از نورمال، ذن اكس از نورمال، صح ولا لا يا متاخر قصي الجراح؟ قصي الجراح دكتور اول وحده. إذا كان every retract of X is normal، فهل ال X بتعطيني normal ولا لا؟ أخ يا جراح. دكتور صبرك خليني أفكر. بديش تفكر، لأنه إذا فكرت بتفكر غلط. بدي عفوية تيجي معك. خليها تروح لأنها عفوية تروح. ليه؟ ما انت بتقول لي خليها عفوية. طيب عفوية ليش؟ X is normal. والله ماني عارف، الحل محطوط قدامك على الشاشة. دكتور والله ماني شايف مليح. أعطيك نظارات تلبسها؟ لا لا دكتور. تروح حاطط بين قوسين ايش؟ X is a retract of X. Of X. Under the retraction, R من X ل X تساوي R X تساوي X. The identity. لما بتقول لي every retract of X is normal، طب ما هي ال X الكبيرة هي retract لحالها، وبالتالي ال X صارت normal. يعني بعض الأحيان بدك هيك خيال شوي واسع. طيب سؤال ثاني. يوسف هياجنة، وين يوسف؟ إذا بقول لك every retract of X is closed، هل ال X بتطلع T1؟ شو يا يوسف؟ شو تعليقك؟ إذا كان every retract of X capital is closed then X is a T1 space، صح أم خطأ وليش؟ ما بعرف. إيش يوسف؟
ما بعرف دكتور. لو ايش يا ابن حلال؟ ول ما بتعرفش تغش؟ ما هي مكتوبة على الكيل جسمه على الورقة. أنا ما بتطلعش. أميرة هاي بتطلعش أنت بس في الامتحان بتطلع. آه دكتور. احكي يا أميرة شو تعليق؟ هلا صح ناخذ بدي أثبت إنه every year tracked للإكس كلوز. لا عندي موجودة هاي المعلومة بدي أثبت إنه إكس إز تي 1. طيب هات احكي. أوكي هلا عندنا الكلوز داخل سنجلتون إكس. وهي ريتراكت على الإكس. السنجلتون مالها ريتراكت من الإكس. كلوز ريتراكت على الإكس. الفانكشن شية R من R of X كمية النقطة. هاي صارت ريتراكت. إذا كل السنجلتونز كلوزت وإذا كان السنجلتونز كلوز أصبح التوبولوجي ماله تي 1 تي 1. واضح النقطة هاي؟ طيب سؤال ثاني لا صفاء. وين صفاء؟ أيوة دكتور. جاك الموت يا تارك الصلاة احكي. إذا كان every retract of X is open لو إيش التوبولوجي مترايزبل؟ X is مترايزبل ليش؟ بدي تفسير واضح. إذا كان every retract of X is open set ليش ال X is مترايزبل؟ احشي يا صفاء. دكتور يعني انت خليت الحل قدامهم كلهم الا انا رفعت الورقه. طب نزلها شوي اشوف. ما بديش اشوفي. ما هي يوسف احتج انه قال انه ما انا مش شايفه. ما سمعتيهوش؟ سمعته دكتور بس والله مش عارفه ليش لسه ما ركزت فيها. يعني شوي بدها تفكير. يعني انا ما بدي يعني بديش انقل الحل واحكي لك اياه على الورقه. بدي اكون اشي انا فكرت فيه. طيب ما أفكر فيه. أنا بجيبش إشي غريب. لما يكون السنجلتون is retract of X capital من X لسنجلتون A خذي R of X تساوي الـ A صغيرة كله وديه للـ A. هاي retraction. retraction. إذن السنجلتون قال لي عنها إيش؟ open. وإذا السنجلتون open شو صار التوبولوجي؟ الديسكريت. طيب الاكس مع الديسكريت توبولوجي اولويز مترايزبل مولد عن طريق مين؟ الديسكريت ماتريك. هيا خلصت خلصت ما فيش داعي انك تشوف الحل. طيب سؤال اخر بنقي الطالب بعدين شو اسمه. اريج العلول موجوده ولا لا؟ نعم دكتور. اريج العلول اسمع السؤال. موجوده. بقول لك نعم. السؤال if every ولا بلاش if every هل الكلوجر للكومباكت is compact دائما؟ لا مش شرط. ليش؟ مثلا الكلوجر ثواني دكتور بس افكر بالمثال. بس هو لا مش شرط يعني بتذكر اني قرأت ثيوريم لازم يكون السبيس ريجولار لانه يكون الكلوجر للكومباكت is compact. أنا سألتك بروف أو ديسبروف the closure of compact set is compact. واحدة من الثنتين يا بتقولي لي true وبتقولي الإثبات أو بتقولي false وبتعطيني الـ counter example. الآر مع التاو لفتري. الآر مع التاو لفتري. يعني أولا الجواب false ولا true؟ لا false. لازم أول شيء نحدد الجواب true أو false. قلت فوز اذا اعطيني الكاونتر اكزامبل. شوف الكاونتر اكزامبل. الار مع التاو لفتري. شو المثال؟ ثواني دكتور ما يبدا تفكير بس شوي. لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني ما هو مش يعني الكاونتر اكزامبل مش راح يكون جاهز معي. لا المفروض يكون جاهز. وين العلول؟ العلول 29 جايبه 29. يعني 29 مفروض انه بسرعة الجواب. شوفي عندك مجموعة كومباكت ولكن اذا حطيتي لها الكلوجر بطلت تصير كومباكت.
دكتور اجاوب عادي اجاوب مين انت صفاء صفاء حساب مش شايف الحل لا لا انا شو اسمه جيب يعني هي بتحكي الار مع تاو الستري لو اخذت ناقص انفينيتي اي مسكره هاي كومباكت بالستري لانه الها ماكسيموم بس الكلوجر الها مش بتطلع الار الار مش كومباكت ما الها احسنت هاي الجواب هاي الجواب الار عفوا ما الها مينيموم ولا ماكسيموم مينيموم لا ايش هي لا ما الها ماكسيموم ما الها ماكسيموم ايوه خلص بالستري بالستري لازم كلها ماكسيموم حتى تكون كومباكت ماكسيموم مش مينيموم خبصي ماكسيموم الناقص انفينيتي للزيرو مسكره هاي كومباكت ان ار مع الليفت ري ولكن لو اخذت الكلوجر بتاعها للناقص انفينيتي زيرو مسكره الكلوجر بتاعها هي ار كامله وار كامله ما فيها ماكسيموم يعني نوت كومباكت خلصت هاي المثال ايوه طيب نختار طالب ثاني يا احكي يا بشار وين بشار نعم دكتور احكي يا بشار ينعم عليه الله يسلمك شو السؤال دكتور جاوب لي true or false يعني prove or disprove in T2 space the closure of compact set is compact true false شو أنا مش فاهم مرة بتقول ترو مرة بتقول فولس 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 ها أعطيني مثال أنت فهمت السؤال جيدا إن house of space the closure of compact is compact دكتور هو فولس هو فولس طيب شوفي مثال عندك اها قاعد بفكر دكتور خليني افكر مثال فكر فكر خلي خلي الشباب معك يفكروا دكتور صحيح على فكره غالبا الامتحان الثاني سيكون اسئله قصيره بروف اور ديس بروف غالبا راح يكون من النوعيه هاي بتغطي الماده كلها وبتقيس فهم الطالب على السريع الصوت بيجاوب الصوت بيجاوب مين بيحكي ها احكي يا جسمه يا بشار مياس يا بنت مين اللي مين خشش على الخط شو اسمك دكتور علي افتح المايك مش سامعينك
الو ممتاز ممتاز رجع الصوت. بشار بشار نعم نعم دكتور الصوت واضح ها؟ الصوت صار واضح. طيب كويس. أجب السؤال يا بشار مرة ثانية. دكتور أنا آسف السؤال أنا آسف لانقطاع النت عندنا. دكتور احنا ما نعرف انه الكومباكت من T2 is closed. طيب انت وينك؟ حدد اولا ترو ولا فولس الجملة. ترو دكتور. ترو. اذا هلا حدد البروف بتاعها. البروف let x be a house of space. ولنفرض انه الاي كومباكت. بدي اثبت انه كلوجر A is also compact. هذا اللي بدي اثبته. طيب كون ال A compact وال X هاوزر اذا ال A is closed. مضبوط؟ هاي النظرية. نعم. Every compact subset of a T2 space is closed. هلا كون ال A closed فكلوجر ال A تساوي A. وبالتالي it is ايش compact. خلصت خلصت خلصت. إذن لاحظ الجملة بمنطوقة العام غلط، ولكن إذا حطينا T2 عليها صارت صح. هلأ إذا إنك شاطر طيب أعطيها T1 بس، بتزبط ولا ما بتزبط؟ مين بدنا نستفتح؟ خلينا نشوف. هاي اللي بدها رانيا عبد الله. هاي رانيا، وين رانيا؟ نعم ممكن. دكتور سؤال يا رانيا. نعم. T1 space هل الكلوجر للكومباكت is compact؟ بتضل صح دكتور. سامع. الو. تفضلي انا سامع. ايه دكتور بال T1. T1 بدي اعطيك T1 بس. ان الكلوجر الكومباكت بدل كومباكت. هل هذه صح ولا غلط؟ ايه ترو. شو ترو؟ كيف اثباتها؟ لانه هلا بالT2 راح تزبط. يا ابن T2 ما لكيش علاقة فيها انت. هداك سؤال وهاي سؤال. هذه كانت بالجنوب، هلا انا بالشمال. مالكيش بالجنوب، لا تقحمي هاي بهاي. بس دكتور T2 بتعطيني T1. يا بنت ما بصيرش تقحمي هاي بهاي. أنا عندي توبولوجي تيكوفاينات على الآر. الآر مع التيكوفاينات مالها T1 بس مش T2. كيف تخلي لي يا T2؟ عفوا دكتور آسفة. دكتور علي؟ سامعك. لو اخذت السنجلتون بي السنجلت اي سنجلتون بالصفاء دكتور صفاء جوابك ترو ولا فولس؟ فولس. لو اخذت اي سنجلتون بالكوفاينايت السنجلتون الكلوجر له هو كومباكت اكيد فاينايت سيت، بس الكلوجر له بده يطلع الار كامله والار مش كومباكت بتاع فاينايت. قال لك الكلوجر ار بانو توبولوجي محدد التوبولوجي قبلها. الار مع تاو كوفاينايت. الار مع تي كوفاينايت. معك خبر الار حتى لو الكلوجر اللي لها ار. الار كومباكت بالتي كوفاينايت. مالك انت؟ يعني ما يغرك انها ار كبيره. لا التوبولوجي تي كوفاينايت بسخطها بخليها كومباكت. اصبر عنها. عندها جوز حمش. عنده جوز حمش. صحيح انه ناصح ودب وبلاش اقولها، بس كلمته ما بتتسنى. وانت ما يغشك انه ولا بعدين السنجلتون الكروجر بتاعها مالها نفسها السنجلتون از كلوز، وبالتالي الكروجر بتاعها نفسها. يعني المثال بتاعك غلط. مين بده يقترح؟
الكلام للطلاب بشكل عام. ها شباب شو اسمه البسطة محطوطة لكم كلكم، هل الجملة صح ولا لا؟ لاحظ إذا كان تي تو صح الجملة، إذا كانت تي نوت، تي نوت بس الجواب غلط، أخذنا اللفتين. هلا بدنا بينهما تي ون مثلا، أو بعض الأحيان بقول لك تي نص، تي واحد ونص، يعني قللت التي تو بس يعني كنت قريب على شو اسمه. فخلي لكم إياها فكروا فيها. هلا الكلوجر اوف كونكتد از كونكتد، هاي نظريه، نظريه. في شو اسمها هاي راني العبد الله بتقول لي هل الكلوجر للباث كونكتد از كونكتد، مش هيك يا رانيا؟ ايه دكتور صح. ايه معك. هل الكلوجر للباث كونكتد از كونكتد؟ الجواب نعم. نعم، لانه اذا كانت الاي باث كونكتد مع ريليتيف توبولوجي، خلي بالكو افري باث كونكتد از كونكتد، اذا اصبحت الاي مع ريليتيف توبولوجي كونكتد، والكلوجر للكونكتد از كونكتد. هلا السؤال يا رانيا العبد الله، هل الكلوجر للباث كونكتد از باث كونكتد؟ جاوبيني يا رانيا، أنا جاوبتك سؤال. هلا من حقي إني أسأل سؤال، هل الكلوجر للباث كونكتد دائما باث كونكتد؟ إذا بدك تثبتيها، وإذا لا بدي تعطيني مثال عليها. تفضلي يا رانيا، أنا عمالي بسمع قبل ما النت يخرب علي. أي دكتور بس عم فكر شوي فيها. فكري معه، يعني المفروض انك في الدار تفكر بالاسئله زي هيك. انا جاوبتك سؤال، انت دغري بروح بفكر باسئله ثانيه. بالمناسبه اي غياب على الامتحان صفر، ما في ميك اب نهائيا. في طالب موقعه بالكويت قال يا استاذ انا غبت معي كورونا وكذا، ان شاء الله معي سرطان، والامتحان اونلاين وبقدم الامتحان، فما في ميك اب نهائيا لا له ولا لغيره. غبت عن الامتحان تحمل عواقبك. ها شو يا رانيا فكرتي؟ هي فولس بس عم دور. هي فولس؟ طب ليه؟ ليه؟ طيب هي على ذمتها بتقول فولس. رانيا على ذمتها بتقول لي فولس، إذن عليها إنها تزودني بمثال واضح جدا.